بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطفالنا صباح الخير، وإن شاء الله كاع راكم لاباس، وإن شاء الله راه عجبكم الحال، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي كل واحد منكم راه لقى واش يحب. ياك أطفال، حنا اليوم إن شاء الله عميريكو وكل طاقم تونزا العلمية بمناسبة يا أطفال يعطيكم الصحة عيد الطفولة. احنا كامل نتمنى لكم ان شاء الله عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير يا اطفالنا الصغار. معليش يا اطفالنا الصغار، احنا رانا نعيشوا واحد الوقت صعيب شويه. على بالكم على يا اطفالنا، على بالكم، على بالي باللي راكم فاطنين، وعلى بالي باللي راكم تتبعوا هو الوباء كورونا اللي ان شاء الله اتمنى يا اطفال بيكم ان شاء الله وبكاع الناس اللي راهم يسمعوا فينا. احنا نقولوا يا ربي يهز علينا هذا البلاء هذايا ونعاودوا نرجعوا لحياتنا العاديه. اذا يا اطفالنا الصغار، انا اليوم جيتكم باش نهنيكم بالعيد الطفوله، وكذلك نهنوا كل الاطفال نتاعنا الناجحين في الدراسه نتاعهم. وحنا نقولوا كل الاطفال المنتقلين الى السنوات العليا نقولهم ان شاء الله مزيدا من الاجتهاد ومزيدا من المثابره والقراءه الجيده، لان كلنا نعلم يا اطفالنا الصغار ان بالعلم ترقى الامم. ياك اطفالنا الصغار، احنا ان شاء الله بهذه المناسبه نتمنى لكم كل الخير، وان شاء الله كما الناس تاع زمان يقولوا بلي الكتاب يقرا بعنوانه. يعني احنا كلنا عارفين بلي انتم يا اطفالنا الصغار مجتهدين وتحبوا الدراسه. على بالكم يا اطفال، انا نعطيكم واحد السر، نقول لكم حاجه يا اطفالنا الصغار، بلي كل طاقم تاع التونزه العلميه من المدير الى الحارس وكل على بالهم راهم يتمنى لكم، يتمنى يشوفوكم، يتمنى يريح معاكم، يتمنى وديك المحبة اللي بيناتكم ما تنفصلش، وكلهم إلى ما شافوكمش بعينيهم بصح دائما الطاقم تونزة العلمية من المدير إلى الحارس راهم يشوفوكم بعينيهم ويشوفوكم بالقلوب نتاعهم، خاطر انتم راكم في القلوب نتاعهم وما ينساكمش كاع. وانتم كذلك يا أطفال، انتم يعطيكم الصحة، على بالي باللي انتم كذلك تحبوا المعلمين نتاعكم وراكم توحشينهم، توحشين المدرسة وتوحشين الأجواء الدراسة. هذا شيء جميل يا أطفالنا الصغار. لما أقول لكم حاجة، واحد السر يا أطفالنا الصغار، يلا تبعوني شوفوا وسمعوا واش راهم يقولوا المعلمين نتاعكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الأعزاء، أولياءنا الأفاضل، أمهاتنا الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لنا في هذا الشريط أن نهنئ ونبارك جميع الأبناء على اجتيازهم هذه السنة رغم ما فيها من تحديات، فقد اجتهدوا وأصابوا إن شاء الله فكانوا نعم المتعلمين في هذه السنة. ونبارك للأولياء الأفاضل الذين كانوا نعم المساندين ونعم المرافقين مع أبنائهم. وهنئكم وأهنئ جميع الأبناء، أبناء مدرسة تونز العلمية وجميع أبناء المدارس في العالم بشهر الطفولة، فكل عام وأنتم بألف ألف خير. أعاده الله تعالى علينا بالصحة والعافية والهناء. طبعا نصيحة فيها بهذه المناسبة، وهو وجوب استغلال الأوقات في هذه العطلة وهي العطلة الصيفية. إذن يجب على كل تلميذ أن يستغل أوقاته فيما يفيده ولا يضيع الأوقات، لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. السلام عليكم، الله تعالى سوف بمناسبة نهاية السنة الدراسية. أشكر الأساتذة على مجهوداتهم
مجهودته المبذولة. السلام عليكم تحية لمعلم فرطاس محمد الصالح. اللهم ارفع هذا الوباء هنا وهذا البلاء. السلامة. Hello my pupils. I hope you are okay. This is your month, June, full of happiness. I wish you nice moments among your families. You and your parents were so great during these last months. You learned, you answered the questions, and you interact via internet. Thank you. I am so proud of you. نتمنى لكم أيها الطلبة الأعزاء شهرا سعيدا مليئا بالأفراح مليئا بالتفوق. أهدي تحية إلى زملائي وإلى معلمي الذين درسوني هذا العام وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا اسمي بكلي سندس بنت أحمد ياسين وأدرس في سنة الرابعة. لم نستطع الذهاب إلى المدرسة لأن جائحة فيروس كورونا منعتنا من الذهاب إلى المدرسة. وأشكر كل المعلمين والزملاء لأنهم كانوا يثابرون ويعملون من أجلنا لكي ندرس جيدا. وأهدي إلى معلمي وأسلم عليه لأنه كان يعلمني عن بعد وأشكره. معلمي قاع المعلمين. نحن في شهر الطفولة فأبدأ بأبنائي وأهنئهم بهذا اليوم المبارك السعيد، فأقول لهم عام مبارك سعيد إن شاء الله، عام حافل بالنجاح والتفوق والتميز. وأقول لأوليائنا الأكارم أتابكم الله وجزاكم الله خيرا بمجهوداتكم التي قدمتموها طيلة التعليم فترة التعليم عن بعد. أقول لأبناء الأكارم بويكتم على الصبر وأيضا التحدي، ونتمنى أنكم في فترة الصيفية إن شاء الله نصيحتي إليكم أن تطيعوا والديكم أولا، وثانيا ألا تنسوا المذاكرة ثم المذاكرة ثم المذاكرة، فلكي نرجع ونستقبلكم في السنة القادمة إن شاء الله وأنتم في أبهى حلة علمية من الزاد اللغوي والعلمي إن شاء الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mes chers élèves, bonjour. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, je vous souhaite la bonne santé et la réussite. Louange à Allah qui nous a aidés à clôturer cette année scolaire en bonne et due forme. Malgré la crise sanitaire, on a pu continuer le travail à distance. Vous étiez courageux et travailleurs, bravo. Je tiens aussi à remercier vos parents qui ont fourni tous leurs efforts pour vous accompagner et encourager, sans oublier notre honorable administration qui a mis à notre disposition tous les moyens matériels et pédagogiques nécessaires. À la fin, j'espère que vous allez bien profiter des vacances d'été pour jouer et pour réviser les leçons. Merci. يا أطفال عجبكم الحالة؟ شفتوا كيفاه وسمعتوا كيفاه المعلمين تاعكم يحبوكم وكيف يتمنى لكم غير الخير؟ ها؟ على بالي يا أطفال أنتم كذلك تحبوهم، ولكن هذه بعض توصيات من المعلمين تاعكم يقولوا لكم لابد تتهلاو في رواحكم، وخاصة كيما أنتم تحبوا تتعلموا وتحبوا الدراسة. خاصة كاين حاجة واحدة أخرى كبيرة عند ربي يحبها ربي سبحانه وتعالى ويحبها كذلك المعلمين، ألا وهي طاعة الوالدين. ياك أطفال على بالكم باللي الرسول صلى الله عليه وسلم واش قالنا؟ رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. هاي أطفالنا الصغار كما المعلمين تاعكم يحبوكم الخير ويحبوكم تعودوا مجتهدين في الدراسة، كذلك راهم يوصوكم باش تعودوا تحبوا الوالدين تاعكم وتطيعوا الأوامر تاع الوالدين تاعكم. يا أطفالنا الصغار احنا اليوم عندي واحد النصيحة لكم يا أطفالنا الصغار، أنه واش هي؟
باش نعيشوا الحياة نتاعنا عادية ونزوروا الأقارب نتاعنا ونخرجوا مع بابانا نحوسوا، لازم علينا نحترموا التدابير الوقائية. خاش مازالنا احنا رانا في أيام صعيبة تاع المرض تاع الكورونا اللي قلنا من قبيلة ربي هز علينا. هيا أطفال تعرفوا التدابير الوقائية تعرفوهم؟ هيا واش لازم نديروا؟ هيا أطفالنا الصغار واش لازم نديروا؟ نظافة، أولا النظافة، هيا نغسلوا يدينا. وكي يجوا خارجين يا أطفالنا الصغار واش نديروا؟ واش نديروا يا أطفالنا الصغار؟ أول حاجة نديروها نديروا المعقم في أيدينا يا أطفالنا الصغار. وما ننساش كذلك يا أطفالنا الصغار، ما ننساش الكمامات نتاعنا. ما نساوش الكمامات يا أطفالنا الصغار، هادو هما باش هكا إن شاء الله كي نخرجوا نزوروا الأقارب نتاعنا ولا نحوسوا مع الوالدينا نكونوا في أمان من الكورونا يا أطفالنا الصغار. يعطيكم الصحة، احنا ما كانش حاجة عزيزة علينا كيما الصحة نتاعكم، وما كانش حاجة عزيزة علينا كيما الفرحة نتاعكم يا أطفالنا الصغار. وكذلك ما كانش حاجة كبيرة عند الوالدين نتاعنا ولا الوالدين تاعكم يا أطفالنا الصغار كي يشوفوكم زاهيين ويشوفوكم فرحانين ويشوفوكم فيكم غير الخير، خاطر انتوما رجال المستقبل ولا انتوما علماء المستقبل. إذن يا أطفالنا الصغار يلا معايا، خاطر الوالدين تاعكم راهم حضروا لكم واحد المفاجأة. يلا يا أطفالنا الصغار نسمعوا ونشوفوا الوالدين تاعنا واش يقولوا. نحن في مدرسة التوازي العلمية، المناسبة هذه قمنا باستلام الكشوف آخر السنة، وبالمناسبة هذه نشكر طاقم المدرسة بكامله وبالأخص في المرحلة العصيبة هذه مع مناسبة الحجر الصحي ومرحلة الكورونا هذه، بالفعل كانت مرحلة عصيبة بالنسبة للأولياء وبالنسبة للتلاميذ والطاقم التربوي، ونشكر بالخصوص الأساتذة اللي يبقوا بالتواصل عن بعد مع التلاميذ ومع كذا، وكانت نتيجة مشرفة إن شاء الله. ما يخص تقييم السنة الدراسية الحالية، تعتبر سنة نستطيع القول أنها سنة اكتشاف مستوى الولد في بيته من جانب السلوكي ومن جانب التحضير ومن جانب الاهتمام بما سوف يكون عليه المستقبل. وبالتالي أنا شخصياً ركزت على أنني أجعل وقت دراسة أعوض به المدرسة في البيت، بحيث يقسم اليوم إلى ثلاث مراحل، ما بين فترة صباحية ومسائية وعند النوم. السلام عليكم. أودي المعلمين الذين كانوا يرسلوننا في هذه الفترة التي لم نستطع أن نذهب فيها إلى القسم لأن شائحة كورونا كانت هي التي تؤشرنا لكي نبقى في بيوتنا، وبذلك هذا التواصل وإرسال التمارين. وأودي المعلمة المطلعة التي كانت بجانبي في المكتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي بكي عائشة بنت أحمد ياسين، معلمي في الفصل محمد صالح. أشكر تلاميذ والمعلمين الذين درسونا في الإنترنت. أشكر أمي وأبي لأنهم ساعدوني في الدراسة. مبادرة مليحة استحسناها، وهذه شغل الطفل مش ما يضيعش الوقت تاعو في الفراغ وكذا، هاو يتبع عن بعد كيما داروا كاع زيلاف صحابو وتواصل شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانا نتبعو فيه الحمد لله. السلام عليكم. سنة دراسية الحمد لله اون غروسو مودانيني تقدع بميزابار سما كورونا الحجر الصحي وكلش، من الحمد لله التونزة العلمية داني ثلاث بيلينيشاتيف الحمد لله لك جن درس عن بعد ربطنا في الأساتذة جن مجهود لسان كان طلبهم وسمى باتصال بالمؤسسة الحمد لله ربطيستهم إن شاء الله يدوم من عامس إن شاء الله سوكو سدس إن شاء الله هذا عاد الحال إن شاء الله
نورمال ان شاء الله، تعدي دراسه طبيعيه. ربي يوفق الجميع ان شاء الله، يوفق الطاقم الطبي ان شاء الله. السلام عليكم. اهداء لمن انتحر الليالي لكي يدرسني المعلم. إنها محنة شريفة، فقد درسنا وقد سهر الليالي يجعل لنا فيديوهات لكي نتعلم الدروس منها. فشكرا لكل المعلمين. إهداء من تلميذة حمودة نصر بنت محمد من قسم السنة الثالثة ابتدائي 1. السلام عليكم. بمناسبة عيد الطفولة أهدي لكل المعلمين ولكل طاقم المدرسة العلمية، وأشكرهم لأنهم علموني من بداية السنة وأخذت دروسا قيمة. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الطفولة أشكر كل أساتذتي الذي جعلوا جهدا انتقالي إلى السنة الأولى متوسط. أنا يا أطفال صغار نتمنى حاجة منكم، أنكم تطيعوا الوالدين تاعكم وتحبوا الوالدين تاعكم، خاطر الوالدين تاعكم ما يحبوكم غير الخير. إذن يا أطفال الصغار دائما بمناسبة الفاتح جوان عيد الطفولة باسمي الخاص وباسم كل طاقم التوانسة العلمية من المدير إلى الحارس، يتمنى لكم عام سعيد وكل عام وانتم بخير. بهذه المناسبة الجميلة نقدمكم هذه الهدية، إن شاء الله نتمنى تعجبكم. سنة حلوة يا أطفال، سنة حلوة يا أطفال، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا أطفال.